إبراهيم مدير مركز إيواء السلام التابع للأروى في محافظة رفح، بمستقبلنا حوالي 1250 طرد صحي من مؤسسة الهلال الأزرق التركي سبورين، ونحن في أمس الحاجة إليها. نحن عندنا حوالي 5000 عائلة داخل المركز، وبالتالي اضطررنا لتوزيع هذه الطرود التي أتت على الحالة الأكثر هشاشة من زوجات الشهداء والأرامل ومرضى السرطان ومرضى غسيل الكلى، آملين أن يتم المزيد من الدعم بالنسبة لموضوع النظافة هذه حتى نتمكن من تغطية المزيد من العائلات الموجودة. شكرا لكم حسن تعاملكم معنا. لا اسمي مال زي البوتا نزحت من مؤسسة دعية إلى رفع مدرسة السلام، ونشكر المؤسسة اللي لا نزل بتركي في هذه المدرسة النظافة لأنه إحنا نحتاج مدرسة النظافة. أنا ناصر محمد أبو غانم، نازح من بيت حنون لمدينة رفح، مريض كانسر. كنا بحاجة للشغلات المواد الصحية هذه لأنه حاجة لها كثير، والحمد لله في المدرسة أنا يعني قدر المستطاع حول الأخرون. بنشكر الداعمين والداعمين، بنشكرهم كثير الشكر.